أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من يترك أمور الدنيا كركوب السيارات والسكن في البيوت الحديثة، فهل هذا يعد من الزهد في الدنيا؟ لا، هذا من التكلف والتشدد. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق؟ لا أحد يحرم ما أحل الله عز وجل ويقول هذا من الزهد. نعم، لكن لا يسرف، لا يسرف، ويكون وسط معتدل. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، كان بين ذلك قواما، لا يسرف ولا يبخل، يكون وسط. هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا يجوز تحريم الزينة التي أباحها الله. نعم.